إذا كان هناك إمكانية لوقف متدرج ينتهي إلى الوقف الكامل أو الدائم فهذا لا مشكلة لدينا فيه، ولكن التحفظ والخط الأحمر بالنسبة لنا هو أن يقال بأننا ينبغي أن نبرم صفقة كاملة تنتهي بالمراحل دون أن نصل إلى الوقف الدائم، هذا أمر غير مقبول. أما الوقف المتدرج الذي يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار لا أظن أن هناك مشكلة فيه بالنسبة لحركة حماس، وهذا في سياق المرونة التي أبدتها حركة حماس. الإشكالية الموجودة عند نتنياهو هو أنه يريد أن يخدعنا ويتذاكى علينا، هو يريد أن يفرج عن جميع الأسرى الصهاينة الموجودين لدينا، وبعد الانتهاء من الإفراج عن الأسرى يريد أن يعود إلى العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مرة أخرى، وهذا يعني أنه يعتقد أننا وصلنا إلى درجة من السذاجة بأننا نفرط بكل أوراق القوة الموجودة لدينا ومنها الأسرى، نفرط بها ثم نجري وراءه لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. لا، ينبغي أن تكون الصفقة متكاملة، يمكن أن نتدرج في وقف العدوان لكن أن نصل إلى نقطة الوقف الدائم لإطلاق النار.